السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزات، قناة اللي غادي نتكلموا على اللاعبين محترفين، لاعبين اللي يصنعوا في الحدث، الصحافة الأوروبية، صحافة تاع لي زيكيب تاعهم، وين يصنعوا الحدث بمناسبة تسجيل هدف أو مراوغة جميلة عن طريق لاعب جزائري. حنا هذا الوقت رانا فرحانين، رانا عايشين، رانا شلنا هذا الجيل اللي بالك غادي ما يتعاوضش، هذا الجيل اللي ما غاديش يتعاوض. انا تبان لي بلي هذا الجيل ما غاديش يزيد يتعاوض. جيل كيما نقولوا حنايا مكاش احسن جيل قبله، ابار خلونا من 58 الفريق، اللعابه اللي صنعوا الفريق الوطني هذو كانوا بداية الطريق، هذوك اللي صنعوا الطريق. بصح رانا نهضروا على اللي سقم وعطى صورة على الفريق الوطني وعلى البطولة الجزائرية، حتى ولاو الأفارقة يهيبوا ليزيكيب تاعنا. بسبب من؟ بسبب محرز في غولي من ولاو يفيق ولاو يخافوا منا، ولاو ليزيكيب تاعنا عندهم هيبة في إفريقيا. ليزيكيب تاعنا ولاو وين ما يروحوا يحترموهم. عقلون العام اللي فات لي اسمها هودة البوركينا فاسو طاحوا فيهم بالسبعة، بالسبعة طاحوا فيهم. شباب قسنطينة، وبالمناسبة هنؤوا شبيبة ثورة على التعادل، ونتمنوا لهم مزيد إن شاء الله بربي. فريق نقولوا حنايا من أحسن الفرق في الجزائر، لكن محقور إداريا، فريق اللي محقور إداريا. هذه نقولوها، شوف كيفاش برا، شوف خاسرين 2-0 غاليزا وكلش، علاه كلش باين باللي هنا الاداره عندنا هنا. لا هنا رانا نقولوا فيها ونعاودوا، اللي مكلاسي برومي يتاليمينا مع فرق صغيره، واللي مكلاسي ديرني تيبو يلعب دور المجموعات ويلعب. هذه هي جايه كيما هكا، سبحان الله. حنايا حنا الموضوع تاعنا وهو في غولي، في غولي الذي سجل في غولي هدف في غولي الصاروخي في مرمى انطانيا. حنايا نعاودو نولو نتكلمو على اللاعبين اللي عطاو نكهة الكرة القدم الجزائرية. ما كانش عندنا حنايا، نقولها ونعاودها، ولي يعرف الفوتبال يجي يهدر معايا ويعرفني شاني نهدر. كي راني نقول بلي حنا عرفنا ملامح كرة القدم في الفريق الوطني الجزائري من نهار اللي جا بالعربيه وكماصات تمشي بالعربيه، ومن بعد جا عند جا زياني عند وكماصات تمشي، حتى وصلنا وين بنينا فريق، وين على السنين لو ماش شحال من 2009 البرومي في لافريك، برومي في العرب، 16 في الموند، كلاسمون 16 في الموند. ما كاش عطونا هذا الجيل اللي فات اللي قبله شحال كنا مكلاسين. النهار اللي بغينا نلعبوا كاليفيكاسيون تاع الجزائر، الكاليفيكاسيون اللي طحنا فيها تاع كوب دي موند المجموعات تاع مي، طحنا مع مصر ومع زومبيا ورواندا، شحال كنا؟ شحال على بالكم شحال كنا ولا ما على بالكمش؟ 108 كنا، 108 108 خاطش ما كناش مكاليفين زوج تاع كوب دافريك، 108 باش نقول لكم حنايا، باش نقول لكم بلي الجزائر وين كانت مرمشة من العين، ولينا برومي في لافريك، برومي في العرب، 16 في الموند، 16 في الموند. هاك تشوف كيفاش من بعد يجي يدير لك كيماك انا كنا، هو يهدر لك على 100 ترقب عليه، تسيبو هدر لك على 200 ألف، على 200 ألف، من 78 200 ألف. شكون اللي كانت عنده لوطو بيان في وقتها 82؟ شكون اللي كانت عنده لوطو بيا في وقتها 82؟ قليل قليل كانت. كنا نروحوا منا المستغاليم تلقاك لوطو جايه، ولا لوطو رايحه موراك. همك كانت الجزائر وهر، الجزائر طريق تدي وتجيب، طريق تدي وتجيب، مكانش لوطو يعني، ما كانش كاين الوطن. اما لو هما كانت عندهم لي بيام الهوندات، عطاوهم اراضي كيما نقولوا حنا التراب في الجهه تاع صنوبر، وباعوهم، عطاوهم حوانيت وباعوهم، وبعد يجي يقول لك الدوله ما عطاتنا والو. كيما عطاتكم والو انتم؟
على تكذبوا، على تكذبوا على الجيل هذا اللي صاعد هذا. حنايا نعاودوا نولوا نتكلموا على فيغولي، فيغولي الذي يصنع الحدث وين سجل هدف صاروخي في مرمى انطانيا، وين لا يزال الدولي الجزائري سفيان فيغولي يقدم مباريات كبيره في الدور التركي الممتاز مع ناديه غلطة سراي بعد بدايه كانت نقولوا كانت سيئه، كان مازال ما دخلش في مازال ما تاقلمش مليح مليح مليح، بصح قام فقد تاقلم بشكل كبير فيغولي مع منذ بدايه شهر ديسمبر، حيث كان احتياطي والمدرب اراد ان يعرضه للبيع خاصه وانه الاغلى في تركيا. شوف بالك نقولوا بلي ما كاش متاقلم ولا، بصح نعاود نقولوا فيغولي هو الغالي، اغلى كما نقولوا حنايا اغلى لاعب في تركيا. راك تسمع تشكشبيله، راك تسمع على فيغولي ولا مش راك تسمع؟ تعقل مي كنت عايل وتقول لهم هذا يجري جريه البراك، راك عاقل عليها؟ قلت لهم يجري جريه البراك، انت تعرف ولا حاليلو؟ انت تعرف ولا تعبان من عقله؟ ماجر فاني كان هالي كان وين؟ احنا عندنا لعاب ولا يتقلش على فريق على فالونسيا، تقلش عليهم تقلش عليهم، ما بغاش يزيد كونترا، داروا له قال مشاكل باش يزيد، قال لهم لا سي بون نعقلو ماجر، قال لهم لا انا نعرف مسيرين تاع فالونسيا، مسيرين نزهاء ونسيرين ناس ملاح هاكو ديت لهم منا باطل يلعبوها في بلاصه فيغولي. وكنتو تقولوا بلي كاين لعابه كاين تعقلوا، ماجر مي كان يقول لكم كاين لهنا لعاب محلي، هو كان داير حمله باللعاب المحلي، كان داير حمله والصحافه كان على بالهم بلي راه داير حمله، وكان يعطيهم الدراهم وكان يدور معاهم، واش تعاونوني هاش تعاونو هاش عاونو، كيما اللي جا اونترينر قال لهم برحمه الوالدين عاونوني، لازم نتوما تعاونوا، انت مي كنت في البلاطو ولا ما تعاونش وتسكت ربي خلص فيك. اما لما كنت تقول لهم في غولي وفالونسيا موسيين ناس ملاح، كنت تقول بلي كاين لاعبين هنايا محليين احسن من في غولي واحسن، كون فما كنت ديت فواياج، كون ركبتو في ريموركا وروحت، كون روحت ديتهم قلت لفالونسيا قلت لهم قيسوا ذا في غولي، هو لا احسن من في غولي. بصح الحقيقه مره، حقيقه مره، وجاء ونعاودو نولو وين جاء الهدف في غولي بعد تمريرة سحرية وتفاهم مع زميله المغربي بالهمدة ليسجل الجزائري هدف التعادل. شنا كيفاش في غولي الهدف تاعو كانت تمريرة بينية، تفاهم كبير ما بين لعاب بالهمدة اللي أعطاه كرة ما كان على في غولي إلا التصويب بقوة في مرمى أنطانيا، وين كاع الصحافه وين بهدف تاعو بالمراوغات. خاطش ما نكذبش عليكم، انا شتا في اليوتيوب، طلعتها في اليوتيوب، عيط لي واحد حبيبي قال لي في غولي سجل له منه، قلت له صح نشوف من بعد نهضروا عليها. شوف كيفاش ما شناش قنوات يهضروا، احنا شنا هضروا على فرحات، قال لك قد فرحات يظهر فرحات عاد سجل هدف قدم هدفين. يا ودي يا ودي علاه دايرين الكوطة؟ علاه؟ شوف كيفاش احنا دايرين الكوطة، احنا هذه القناة دايرة كوطة مطبقة قانون تاع بلاكار اللي عطاه الزاتشي وزاتشي عطيه للصحافة. شوف كيفاش وين مطبقين نقولوا حنايا مطبقين قانون تاع الكوطة طريقة غير مباشرة. بقات انا نقول فيها ونعاود باش ننخلع، ما عطاوش احسن لعاب هادو، قناة هذه عنصرية، قناة اللي تقسم من العام لعام قوطي ذهبي، قوطي ذهبي دارت الكوطة، عنصريين ظهروا بانهم عنصريين ويدعموا في العنصرية، مي راحوا عطاو لديشون، ديشون معروف ديشون باللي عنصري. ونعاودو نولو حنا نتكلمو على فيغولي هذا اللعاب الدولي الجزائري مازال يقدم في مباريات كبيرة في تركيا في الدور التركي الممتاز مع ناديه غلطة سراي، وراه يصنع الحدث في الصحافة ما بين الأنصار، محب
محبوب عند انصار غلطة سراي، ونعرفوا باللي غلطة سراي انصار تاعها التشجيع تاعها خاصة الماتش الديربي تاعهم المشهور، وشنا باش وفيغولي توج باللقب السنة الماضية، ونسنا ان شاء الله بربي فانيك يديها، وفيغولي من احسن اللاعبين اللي مروا على الفريق الوطني الجزائري. وبدون ما ننسى المهندس قانون بهاماس وهو السيد الحاج محمد راوراوا، لولا الجهودات الكبيره اللي كان قايم بها هذ اللاعبين مساكين هذو هنا ما كانش غادي يجيبهم، خاطش ولاو يحاربوا فيهم. نعقلوا الصحافه كيفاش ولاو يعايروا في فيغولي ويعايروا في ابراهيمي ويعايروا في بلفوظيل، نعقلوا عليها كيما ضروك داروهم باللي يمشي ولاد الجزائر، داروهم باللي ماتهم هما مغاربه وماتهم ربي يحفظكم، تحيه الجزائر.